السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد أو وصفة جديدة. شكرا جزيلا الناس اللي دعموني في القناة. اليوم في هذا الفيديو غادي نحضر معكم طاجين بصغار. عندنا هنايا صغار، عندنا الربيع، عندنا هنايا واحد الحامضة معصورة، وعندنا هنايا ثلاثة الفصوص تاع الثومة. دابا غندوزو طريقة التحضير. غنديرو عصير الحامض والثومة محكوكة، خرقوا معرق والكمون معلقة كبيرة، قزبر حبوب والبزار والتحميرة والملح على حسب الذوق والربيع. وهنا عندنا واحد شوية تاع الماء باش نخلطوا فيها العطرية. دابا غنديرو صغار، غادي نرقدو مزيان فهاد الشرمولة حتى كيشرب هاديك العطرية. هاد الصغار الكبير ما كيكونش فيه الصفة، كيجي زوين. واحد الاضافه، راه ما كنديروش الزيت، حيت الزيت راه كيحبس هذيك العطريه ما كيخليهاش تدخل في الحوت. دابا من بعد ما شرمناه مزيان غنخلوه يرتاح تقريبا واحد مده ساعه. بعد ما الحوت شرب العطريه دابا غادي نحطوه في واحد الطبسيل، وغناخدو هذاك لاصوص، هاد الشرموله اللي بقات لينا من الحوت، غادي نديرو فيها الخضره. غندير خيزو تيشرب هذيك العطريه، نحطوه في واحد الاناء. ودرنا حتى البصله، وغنزيدو عليها واحد شويه القرفه وشويه تاع السمن، شرملوها مزيان. غنديرو مطيشه حتى هي كذلك غادي نشرملوها نفس الطريقه. دابا خدينا الطاجين وغنديرو فيه الزيت. عندنا الزيت البلديه وزيت الروميه، وغنفرشو خيزو هو الاول لتحت. درنا مطيشه كذلك. دابا غادي نضيفو البصله، وغادي نحطو الحوت، هاد لاصوص اللي بقى لينا ديال الحوت والخضره غادي نكبوه من الفوق. شويه ديال العنب، وواحد الفلفله حاره. صافي دابا غادي نحطوه فوق البوطه حتى يطيب. وفي الاخير هذه هي النتيجه ديال الطاجين ديال صغار، كيجي على هذا الشكل كيف كتلاحظوا، كيجي معسل وزوين حتى في المذاق. شو البلول ديالو، كيجي خاطر. كنتمنى تجربوه وتابوناو عندي في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش دائما يوصلكم الجديد. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.